أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت منظومة أمريكية الصنع للرادارات في أوكرانيا وأسقطت 3 مقاتلات أوكرانية في دونستيك وخاركيف. وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا تجري عملية لاقتحام مصنع إيزوفستال بمساعدة المدفعية والدبابات. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن بلاده ستنتصر في حربها مع روسيا ولن تتخلى عن أي جزء من أراضيها. وأضاف زيلنسكي في رسالة مصورة أن الأوكرانيين لن يدعوا روسيا تستأثر بالانتصار على النازية. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سوف يعلن موقفه من انضمام أوكرانيا إليه قريباً. وأضافت فون دير لاين أنها ناقشت مع مجموعة 7 دعم الاتحاد والمسار الأوروبي لأوكرانيا، موضحة أن أوروبا يجب أن يكون لها دور كبير في قطاعي الدفاع والصحة. قالت الأمم المتحدة إن النساء والأطفال في اليمن يشكلون نسبة 77% من النازحين داخلياً. وأضافت المنظمة في تقرير لها أن نحو 73% من سكان اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية خلال العام الحالي. نظمت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة الاقتصادية الأوروبية المصرية بقيمة 138 مليون يورو في مجالات الصحة والإصلاح الإداري والبيئة والتنمية الريفية والمجتمعية وتعزيز الحوكمة. وأضافت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن الاتحاد أتاح منحا بقيمة 650 مليون يورو منذ عام 2008 لمختلف قطاعات التنمية، ساهمت في توفير تمويلات مختلطة من شركاء التنمية بقيمة 7 مليارات يورو. استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم أمام مجلس النواب، وأكدت السعيد أن خطة عام 2022-2023 حريصة على مراعاة تبعات التطورات والمستجدات العالمية وإبراز أهمية الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية.